إذا كنت تمتلك هذه الصفات فأنت شخص قوي عقليا. الحياة مليئة بالمشاكل، ونحن جميعا نواجه صعوبات مختلفة. وإذا كان لديك تصور إيجابي حول المشاكل وتحاول اتخاذ إجراءات حاسمة، هذه الإجراءات يمكنك التعرف من خلالها على قوة عقلك. يمكنك معرفة إذا كنت تمتلك هذه الصفات فأنت شخص قوي عقليا. فالقوة العقلية ليست شيئا تولد به، وسمة يجب تطويرها. فنحن لدينا روتين يومي يجعلك تتعامل مع الأمور المختلفة، فهو أمر بالغ الأهمية لفهم القوة العقلية وتعلم كيفية تطور نفسك من خلال تجارب الحياة. تتألف القائمة التالية من مجموعة من الصفات التي تدل على القوة العقلية لأي شخص. أولاً، الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي هو حجر الزاوية في القوة العقلية، فلا يمكنك أن تكون قوي عقلياً بدون القدرة الكاملة على الفهم والتسامح مع المشاعر السلبية بقوة والقيام بشيء مثمر معها. يمكن أن تكون اللحظات التي تمر بها هي اختبار للمتانة العقلية الخاصة بك، وفي نهاية المطاف تشكل اختبار للذكاء العاطفي. والذكاء الخاص بك يمكن أن يكون ثابت، ولكنه مهارة مرنة يمكنك تطويرها وتحسينها مع الفهم والجهد. وعندما تكون قادر على تحديد مشاعرك بدقة، يمكن أن تتميز بالذكاء العاطفي. الصفة الثانية هي الثقة. الأشخاص أصحاب القوى العقلية يتميزوا بأن لهم تأثير قوي في إحداث النجاح. هذه الفكرة ليست مجرد أداة تحفيزية، بل هي حقيقة. وأظهرت دراسات حديثة في جامعة ملبورن أن الأشخاص الواثقين يذهبوا إلى كسب أجور عالية والحصول على ترقية بسرعة أكبر من غيرهم. فالثقة الحقيقية على عكس الثقة الكاذبة التي تختفي عند انعدام الأمن لديهم. فالأشخاص الأقوياء عقليا يتميزوا بأن لديهم مستوى جيد من الثقة يلهم الآخرين ويساعدهم في جعل الأمور متطورة. الصفة الثالثة هي تقبل التغيير. فالأشخاص الأقوياء عقليا لديهم صفة المرونة والتكيف باستمرار، وهم يعرفون أن الخوف من التغيير يشل التفكير ويشكل تهديدا كبيرا لنجاحهم وسعادتهم. فهم يبحثوا عن التغيير ويشكلون خطة في حالة حدوث هذه التغيرات لكي يتكيفوا معها. فقط عندما تتقبل التغيير. الصفة الرابعة للأشخاص الأقوياء عقليا، يستطيعون قول لا للأشياء والأشخاص الغير مناسبين. فقد أظهرت بحوث جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو أن الأشخاص الأقوياء عقليا يقولون لا، لأن لديهم احترام للذات وبصيرة تجعلهم يقولون لا في المواقف الغير مقنعة لهم. وعادة ما يتجنب الأشخاص الأقوياء عقليا عبارات مثل أنا لا أعتقد أنه يمكنني أو لست متأكد، بل أنهم يقولون لا بكل ثقة، لأنهم يعرفون أن قول لا هي التزام جديد ويعطيهم فرصة لتحقيقها بنجاح. الصفة الخامسة للقوة العقلية، أن يكون الشخص مستمع جيد. من أهم المهارات التي يجب أن تتواجد عند الشخصية القوية هي أن يكون الشخص مستمع جيد، وتأتي من خلال النظر في عيون المتحدث وإظهار اهتمامك له أثناء الحديث لكي يشعر بأنه شخص مهم. فأنت شخص قوي عندما تشعر الطرف المتحدث الآخر وكأنه الشخص الوحيد في العالم. سادسا، لا يستمرون في الحديث عن الأخطاء. فالأشخاص الأقوياء عقليا يركزون انتباههم على تحديد حالتهم العاطفية، فعند إصلاح المشاكل التي تواجههم يمكنهم التخلص من المشاعر السلبية والإجهاد، وهي أمور تعيق أدائهم.
عندما تقوم بالتركيز على الإجراءات التي تحسن ظروفك، يمكنك أن تخلق شعور بالفعالية، وبالتالي تنتج مشاعر إيجابية تحسن من أدائك. من خلال الحفاظ على مسافة آمنة بعيداً عن أخطائك، يصبح لديهم القدرة على التكيف والتعديل من أجل النجاح في المستقبل. سابعاً، تحديد الأهداف. تتشكل الشخصية القوية من مجموعة الأهداف التي تضعها في حياتك وتسعى لتحقيقها، وتحديد ما تريد أن تقوم به، وتخطط لتنظيم وقتك بشكل جيد. فتحديد الأهداف هو خطوة مهمة لكي تصبح شخصية قوية وناجحة. ثامناً، المعرفة. تصبح شخص قوي في نظر الآخرين عندما تقوم بتعلم المزيد من اللغات والهوايات المختلفة التي تعمل على تغذية عقلك ونموه بشكل جيد. وإذا كان لديك اهتمام معين نحو هواية، يجب الاستمرار في ممارستها. فالشخصية القوية لا تأتي من خلال قوة الجسم، ولكن العقل القوي. كلما قرأت شيء جديد كل يوم، كلما ازدادت اهتماماتك وأصبحت أقوى وأكثر إثارة للاهتمام. تاسعاً، ممارسة التمارين الرياضية. وجدت دراسة أجريت في معهد شارك أونتاريو للبحوث أن الأشخاص الذين مارسوا التمارين الرياضية مرتين في الأسبوع لمدة 10 أسابيع شعروا بأنهم اجتماعيين أكثر وفكرياً أقوى، كما تشكلت لديهم صورة إيجابية عن جسمهم واحترامهم للذات، لأن التغيرات الجسدية مسؤولة عن ارتفاع مستوى الثقة، وهو مفتاح القوى العقلية والإيجابية. عاشراً، الحصول على قسط كافي من النوم والحد من تناول الكافيين. من الصعب المبالغة في أهمية النوم لزيادة القوى العقلية، فعند النوم دماغك تتخلص من البروتينات السامة، وهي من المنتجات الثانوية للنشاط العصبي عندما تكون مستيقظ. لسوء الحظ فإن دماغك تقوم بإزالتها بشكل كافي، وأثناء النوم عندما لا تحصل على قسط كافي فإن البروتينات السامة تبقى في خلايا الدماغ، مما يعيث فسادا من خلال إعاقة قدرتك على التفكير. الأشخاص الأقوياء عقلياً يعرفون بأن السيطرة على أنفسهم والتركيز يمكن أن ينخفض عندما لا يحصلوا على قسط كافي من النوم. الصفة 11 والأخيرة، لا ينتظروا الاعتذار. الأشخاص الأقوياء عقلياً يعرفون أن الحياة تصبح أكثر سلاسة بمجرد التخلص من الحقد وممارسة التسامح. حتى مع أولئك الأشخاص الذين لم يقولوا آسف على الخطأ، عندما تكون متسامح اتجاه الحقد من الأحداث السلبية الموجودة حولك، يجعلك أكثر سعادة طوال اليوم، لأنك تتخلص من الكراهية والغضب التي يمكن أن تدمر الفرح في حياتك.